أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن اعتزازه بتكريم سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام تقديرا لجهوده الدؤوبة في نهضة الإعلام العربي وتطويره، مؤكدا أنه يعد تكريما لمملكة البحرين ويؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه الصحافة البحرينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تعيش عصرا زاهيا تتمتع بفضاء واسع من الحريات يدفعها نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال حضور معالي وزير الخارجية حفل تكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية لعام 2018 والذي أقيم اليوم في مدينة دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي حفظه الله، وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي بمشاركة نخبة من الإعلاميين وممثلين عن العديد من القنوات العربية والعالمية. خلال الحفل قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتسليم جائزة شخصية العام الإعلامية لسعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لشؤون الإعلام. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن جائزة الصحافة العربية هي إحدى المبادرات المهمة التي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على تشجيع الطاقات الصحفية العربية المبدعة كي تواصل إسهاماتها وأداء رسالتها في بناء شخصية فاعلة وواعية وقادرة على المساهمة في عملية البناء الحضاري لأمتها ومجتمعها على السواء. أطلب الآن من جميع المكرمين الانضمام لسمو الشيخ محمد بن راشد لأخذ صورة جماعية.